FM. الكلمة ليك. معنا في المباشر سعادة سفير تونس بالبحرين سي محمد بن يوسف. سي محمد صباح النور. معنا رجاء فرحات عبر الهاتف. محمد صباح الخير. سي محمد أكيد كنت حاضر البارح في قصر كارتاج للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية الاختتام. كنت تحكينا وتعرف لنا الدورة السنوية هذه شنو يتم فيها؟ شكرا أول شيء على الاستضافة هذه. الحقيقة نحب نحط الدورة 34 هذه ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في سياق تاريخي، أنها عندها أهمية خاصة لكونها تزامنت مع احتفال تونس بمرور 60 عام على استقلالها و60 سنة على أحداث وزارة الخارجية. وأهمية أخرى طبعا هي ندوة افتتحها السيد رئيس الحكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال واختتمها سيادة رئيس الجمهورية. الندوة هذه الدورة 34 أهمية كبيرة السنة لأنها مثلت مناسبة متميزة لبلورة توجه جديد للدبلوماسية التونسية في هالظروف الصعيبة اللي نعرفوها الناس الكل احنا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي. يعني التوجه هذا يقوم على فهم دقيق للمستجدات وتحولات المتسارعة دي على المستوى الإقليمي والدولي في مبكر واللي عنده تأثير مباشر غير مباشر ومباشر زادة إذا ننظروا ليبيا وما يحدث في ليبيا على الأوضاع في البلاد. وفضلا على ذلك مكنتنا من الاطلاع على التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتنموية على طريقة مواجهتها معناه ورفع. نحب تفضل سيرجات جلسة بس نزيد حاجة بس تفضل سي محمد سيرجان. نحب نأكد لك أنه أنا كدبلوماسي أنا حضرت برشا مرات الندوة السفراء وحضرتها كمقرر كدبلوماسي معناه مقرر في لجنة الصياغة وحضرتها كعضو في لجنة الصياغة وحضرتها كسفير مساهم ومشارك في النقاشات. الحقيقة والله العظيم بكل صدق يعني هذه أول مرة نحضر ندوة فيها مضمون ياد لا سبستانس on a parlé en long et en large على كل ما يهم تونس وبكل شفافية وبكل صراحة على الأوضاع الصعيبة اللي عنا في تونس وعلى التحديات وعلى الدور اللي يلزم تقوم به الدبلوماسية والدور المتقدم اللي يلزم تقوم به في مستوى كما يقول سواء التحدي الأمني سواء على مستوى المعلومة أو على مستوى وخاصة على مستوى التعاون الثنائي بين تونس والبلدان الشقيقة والصديقة في موضوع الإرهاب ومكافحة الإرهاب أو في بالنسبة لي التحدي التنموي والتشغيل وجلب الاستثمار تفضل. فيما يخص المنصب نتاعك سيدي محمد في البحرين في المنام انت على مشارف منطقة زوابع منطقة الخليج العربي ونعرف يعني المأساة اللي يعيشها العراق منذ سنوات واللي ستصل ذروتها في معركة الموصل التي أعلن عليها السيد رئيس الوزراء العراقي يعني بعد عامين من احتلالها من ما يسمى بالدولة الإسلامية. هذا الكل عنده تبعات جهوية، كيف تتابعون هذا الوضع من تلك الشرفة المختارة اللي هي البحرين؟ طبعا البحرين ومنطقة الخليج يعني هي نفسها يعني كما تفضلت أنت على مشارف منطقة فيها تحولات متسارعة وتحديات أمنية كبيرة ياسر هما يعني موجودين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. طبعا عندهم تحديات أمنية كبيرة. البحرين عندها خصوصيات أخرى يعني طبعا هما متحضرين ياسر ويعني حتى تم توتر بمعنى أنهم
لو ضاع لي طائرة في سوريا ولي طائرة في العراق وخاصة في اليمن زاد عندهم والتدخلات اللي نعرفوها هما يعني كما قلت لك يعني متحضرين لكل السيناريوهات ويحضروا في لحم وخاصة في موضوع مخف الغاب يعني تعرف هذوما في كل مرة تصير سواء كما اللي صار في حلب كما اللي صار في قاعد باش يصير في 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 الموصل تعرف هذوما المجموعات والتنظيمات هذه الإرهابية هما نفسهم عندهم معطيات وعندهم معلومات وشيء ما هو سري فهما يتنقلوا ويتحركوا يعني من منطقة إلى أخرى في اليمن في منطقة ليبيا يتنقلوا فهما متحضرين وطبعا كيفنا احنا عندهم تحديات أمنية كبيرة ويعني محضرين رواحهم ويتابعوا ويواكبوا عن كثب يعني اللي صاير في كل المنطقة مش كان في العراق وفي الموصل وخاصة في سوريا زادة في اليمن وفي ليبيا. سعادة السفير وماذا عن تونس والبحرين؟ هاد نرجع للصحيح إلى مصالحنا الوطنية. إذا تسمح في إذا تسمح لي نحب نرجع نحكي لك شوية على الندوة لأنه الندوة هذه كما قلت لك احنا الكل حسينا فيها ثم نقلة نوعية المرة هذه. أيوة. طبعا هذه بداية اكيد العام الجاي باش تكون احسن برشا لانه يعني مثلا عملنا اول مرة في تونس لانه تم التركيز بشكل كبير ياسر على الدور المتقدم اللي تقوم به الدبلوماسية خاصة الدبلوماسية الاقتصادية وبحث على سوق جديدة والتركيز على افريقيا وعلى دول الخليج واسيا وغيره ودول امريكا الشمالية وغيرها. عملنا في يعني هي على عملناها على أربع أيام المرة هذه زيد نهار الاختتام مع في قصر قرطاج يعني خمسة أيام أول مرة تصير كما هيك. عملنا مثلا يوم يعني لقاء مباشر مع رجال أعمال هذه أول مرة تصير يعني مجتمعين يعني بحضور بعض الوزراء طبعا في دار المصبر وكان لقاءات مهم جدا وسمعنا مشاكل وسمعنا اهتماماتهم وقدموا لنا يعني المنتجات نتاعهم اللي يرغبوا في تصديرها فالحقيقه وتواصلنا معهم وقادمين على معناها عمل كبير ياسر معهم ان شاء الله يعني احنا مستعدين لكل التعديل باش نمشيو لانه احنا نفسنا مقتنعين انه الدبلوماسيه عندها دور متقدم في موضوع طبعا في موضوع التحدي الامني وكذلك وخاصه في موضوع الدبلوماسيه الاقتصاديه طبعا العراق البحرينيه يعني حققت نقله نوعيه يعني كان الحقيقه في فترة يعني ما يعني تعرف اللي صار في تونس وكذا وهما متحضرين وكذا فما نقولش تجميد لكن صار نوع من هكا الأمور كانت يعني ما كانش ثم تحرك كبير ياسر الحقيقة من 2014 بدأت تتحرك الأمور وثم يعني حركية وعادت الأمور إلى نصابها. احنا الحقيقة نعولوا برشا على العمل مع رجال الأعمال ومع عندنا خاصة كما تعرفوا عندنا مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار هذايا باش يصير في نهاية نوفمبر وشغالين عليه وإن شاء الله يكون عندنا وفد كبير من البحرين وفد رجال الأعمال ويجي ويطلعوا على المشاريع الموجودة لأنه مؤتمر كبير ياسر ومؤتمر دولي يهم كل الدول. طبعا احنا كما قلت لك البحرين زادة هي بلاد اللي عنا تتوفر فيها امكانيات كبيره لاستقدام الكفاءات التونسيه واللي هي تبارك الله قاعده كل يوم تزيد وهذا يعني مجال مهم ياسر في موضوع التشغيل وما ادراك ما التشغيل. طبعا قاعدين نحاولوا نحركوا في موضوع التصدير لانه قاعدين نخدموا احنا مع وخيان بعض طبعا الموطن نستقدموا التوانسه هذوك نخدموهم ونستغلوا ونستثمروا المواقع بتاعهم فعنا احنا مدير ما عنا مديرين توانسة في فضاءات تجارية كيما جيان كيما كارفور وغيرها من قاعدين نخدموا معهم على انهم يحاولوا يدخلوا لنا اكثر فاكثر المنتجات التونسية فبشكل عام يعني هما الحقيقة قادمين احنا مشتركة احنا ان شاء الله في نهاية أكتوبر إذا سهل ربي وسهل القدرة باش يكون وزير خارجية البحرين موجود عنا كما تعرفوا احنا
كان عندنا زيارة رئاسية مهمة جدا وحقت نقلة نوعية جدا في العلاقات، والحقيقة متفائلين بتطوير وتعزيز العلاقات مع البحرين. شكرا سعادة السفير. سؤال أخير لأن الوقت في معاذ يشير لنا بالوقت الوقت. سؤال أخير، ماذا عن الثقافة التونسية في هذه الجزيرة المثقفة؟ البحرين، البحرين جزيرة ثقافية، يعني هناك تاريخ ديلمون وقلعة برتغالية وفيها فيها بيت القرآن وما أدراك، يعني من أحسن أي يحكينا فيه باش نذكر المستمعين اللي ثم معناها أقطاب ثقافية هامة، فيها جامعة الخليج، جامعة من أهم الجامعات في المنطقة. ماذا عن حضور الثقافة الجامعة والعلماء والمثقفين التونسيين إلى جانب زملائهم في البحرين؟ والله كما تعرف وثيرة جاي زمنا يكونوا زادة واقعين، كان عنا أوضاع شوية الأمور ما كانت واضحة كذا. اليوم الحمد لله بدأت الأمور وبدأت العجلة تخدم يعني كما يجب. احنا عنا مازالت في كانت شيخة مي الخليفة اللي تعرفها أنت في رجاء، اللي هي رئيس هيئة مؤسسة هيئة الثقافة اللي هي تقوم مقام وزارة الثقافة في البحرين، كانت موجودة في تونس حضرة افتتاح صفاقس عاصمة الثقافة العربية. إن شاء الله في مارس أو في أبريل باش يكون أيام ثقافية أو أسبوع ثقافي بحريني في صفاقس على بمناسبة نسمع فيك سعادة السفير. طبعا دونك باش يكون ثم عروض يعني مختلفة من المشهد الثقافي البحريني، موسيقى، شعر مؤكد، محاضرات، يمكن ندوات فنون تشكيلية باش تكون زادة. بالنسبة من الجانب التونسي جسما أنا تقابلت مع السيدة وزير الثقافة، عنا مشروع برنامج زيارة لوزيرة الثقافة من تونس، سواء سيدة سونيا مبارك أو شكون باش يجي بعدها إن شاء الله، هي ولا اللي باش يكون بعدها، وباش نقعد مع بعضنا في البحرين إن شاء الله لما تجي، واسمه مع بعضنا برنامج ثقافي يتجاوز موضوع الزيارات، وزيارة تكون حاجة يعني فعلية وتكون تأسس لتشبيك مصالح ولتنشيط تعاون ثقافي. واضح، يعطيك الصحة. واضح، يقدم الصورة اللي نعطوها على تونس اللي هي صورة مرموقة. واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك سعادة سفير تونس بالبحرين. الكلمة ليك.